past continuous إنه إشي صار بالماضي إشي صار بالماضي واستمر لفترة معينة. Okay, now بدنا نعمل affirmative اللي هو affirmative form. He or she or it or I بدي يجي معها was والفعل ing. He was playing when it started to rain. هو كان يلعب لما بلشت تتمطر. النفي he was not. We only add not to the to the helping verb was. So he was not playing when it started to rain. لاحظوا إنه صار عنا حدثين وفصل بينهم when. يعني حدث استمر وحدث قطع. إحنا كنا بنلعب أو هو كان بيلعب لما بلشت تتمطر. طيب the question بدنا نحط was or were في البداية إذا كان yes no question. إذا كان wh wh بنحطه في البداية بعدين was or were بعدين الفاعل بعدين ing. هون عنا بنحط was or were. هون was لأنه هي طبعا was he playing. ما ننسى ال ing مش زي did و does و do بنخلي الفعل مجرد. لا هون ما بنخلي الفعل مجرد لأنه was where ما بتغير بالفعل. So was he playing when it started to rain. Don't forget that she, he, it, I go with was, they, we, you go with where. ما تنسوا إنه ال I تيجي دائما مع was والأفعال أو ضمائر الجمع بتيجي مع where. Okay. Now we want to translate these sentences. We have the first sentence. Please pause this, pause the video if you want to translate it by yourself. إذا بدكم ترجموها لحالكم بدكم توقفوا الفيديو وتحاولوا ترجموها لحالكم لحتى يعني تشوفوا هل أنتوا فهمتوا الدرس ولا لا. بحكي لنا إنه كريم كان يقفز عندما جاء أبوه. يعني أول حدث استمر وبعدين في حدث قطعه. There is an action that interrupted the first action which continued for a particular time. كريم بدي يجي معها was وبدي يجي معها jumping. ليه؟ لأنه هذا هو الحدث اللي استمر. كريم was jumping when his dad came. كريم كان يقفز عندما when his dad أبوه came إجا. تمام. Okay, this is a question. Please, I want you to do it yourself before reading my answer. أين بدك تترجموها إنه هاي WH question. أين كان الطفل يمشي هاي الاستمرارية عندما when أمه أخذته. أوكي وين كان الطفل يمشي لما أمه أخذته. طيب إيش حيكون ترجم لها. Where was the child. Child اللي هو مفرد singular comes with was. Was the child walking. أين كان يمشي. When his mom لما أمه took him أخذته. أوكي when his mom took اللي هي ماضي take. تمام. I think it is pretty easy. Let's continue. We have this sentence and we have these verbs. بيحكي لنا they were enjoying the morning when the thief stole the briefcase. هما كانوا بيستمتعوا. They were enjoying. They were enjoying. إذن هون بمخطط الزمن عنا past, present وfuture. أوكي بنركز نحن على الباست. انسوا المضارع والمستقبل كل تركيزنا على الماضي. شوفوا هذا الجرين هون الاريا جرين اريا هون وير انجويينج هاي الاستمراريه اللي صارت. تمام شو الفعل اللي قطع هاي الاستمراريه اللي هي ستو. فبنحكي انهم هم كانوا بيستمتعوا they were enjoying the morning when the thief stole سرق البريف كيس وخلص. اوكي اذا هذا الاشي صار وانتهى بالماضي بس هذا الفعل استمر. تمام اذا احنا بهاي الباست اريا يعني منطقه الماضي صار الفعل استمر واجا فعل ثاني قطع عليه زي ما تعلمنا انه الماضي البسيط رح يكون ماضي بسيط فعل بدون اي اضافه لا واز ولا وير بس بدنا نغير بالفعل نفسه. Another picture and another example. Look at this picture. The man, this is the man, he was reading the newspaper. كان بقرأ بالنيوزبيبر. When the thief snatched his briefcase. خطف البريفكيس تبعته الثيف. تمام. هاي احنا بالاريا تبعت simple past. عنا الاستمرارية صارت انه الرجل كان بقرأ. When. اجت when. وبعدين صار الفعل اللي هو صار وانتهى اللي قطع هاي الاستمرارية. اوكي؟ I think it is clear now. طيب في عنا more sentences. I need you to do it yourself, please. يعني if you understand the idea from the lesson, please do it yourself.
بحكي لي سامي was sleeping when his mom إيش؟ أعطتكم الطرف الأول إنه هو كان نايم لما أمه طرقت الباب ولما أمه إجت. So إذا كان هذا simple sorry past continuous ماضي بسيط sorry ماضي مستمر فالطرف الثاني على الأغلب بده يكون simple past برضو حسب المعنى يعني إحنا بنمشي. فإيش حيكون الفعل؟ knocked. تمام. لو أنتوا توقفوا الفيديو لما يجي الجواب أحسن عشان أنتوا تحلوا لحالكم. Another one. This is a question. I need to do it yourself, please. عنا saw. الفعل الماضي البسيط. ماضي see. بحكي لي منى call her mom when she saw the thief. هل كانت منى بتحكي مع أمها؟ بتنادي على أمها لما شافت الحرامي. فكيف نعملها؟ نحط أول إشي was. لأنه منى بيجي معها was لأنه هون عنا simple past فأكيد هاي فيها استمرارية. was منى call بتصير calling. was منى calling her mom when she saw the thief. تمام. ال keywords بشكل عام عنا when, while, as, at the time. when عندما, while بينما, as بينما كمان, at the time يعني في الوقت الذي كنت فيه نائما أخي جاء من العمل مثلا. يعني هاي الشغلات كلها بتربط بين ال past continuous و ال simple past. اوكي بضل عنا فكرة الأفعال التي لا تقبل الاستمرارية اللي أخذناها مع بال present simple وال present continuous. أكيد بتعرفوهم the verbs that don't the verbs that like don't accept the ing ما بيقبلوا ال ing. فهي هاي الأفعال التي لا تقبل الاستمرارية. بتمنى إنه تكتبوهم عندكم وإذا أنتم مكتبينهم already وفي كلمات مش موجودة عندكم موجودين هون إنكم تاخدوها زي كلمة no يعرف ما بتيجي معها ing زي كلمة desire يرغب ما بيجي معها ing حتى لما يكون عنا past continuous. السلام عليكم. نتذكر شوي simple past اللي حكينا عنه الدرس الماضي. In this lesson we're gonna يعني make a quick revision and يعني we're gonna focus on past continuous. بس خلينا شوي نحكي عن simple past نراجع الموضوع بشكل سريع. simple past حكينا بشكل سريع يا سابع إنه حدث صار بالماضي وانتهى. It happened in the past and finished. Affirmative as we know we add we put the subject at the beginning of the sentence then we put the verb with ed. مهم جدا نغير الفعل ما نخليه مثل ما هو يا إما نحط له ed إذا كان regular. إذا كان irregular إيش بنعمل؟ بنغير الفعل نفسه مثل عنا ران بتصير ران. رح أبعت لكم إن شاء الله جدول بال irregular verbs لحتى تحفظوهم. Negative very easy we only add didn't before the verb. عنا الفعل بضل مثل ما هو مجرد وبنحط بس didn't قبل الفعل. أوكي بس خليني أركز على القلم. طيب You didn't pray in the mosque yesterday. بهمني جدا يكون في keyword. عنا ال question بنحط did بالبداية بعدين الفاعل بعدين الفعل بضل مجرد. Don't forget that the verb like you must keep the verb in its stem form. بده يكون مجرد بدون أي زيادة مع did أو مع didn't. طيب شو الكيوردز أخذناهم؟ yesterday, last month, last year, last week, ago, any date in the past, أي تاريخ في الماضي، أي إشي بدلنا إنه هذا الإشي صار بالماضي وانتهى لازم نحط الفيرب بالفورم تبعه اللي هو simple past. تمام؟ يعني من اسمه simple حكينا ما بنحط لا is لا are لا am ولا was ولا where ولا أي إشي من ال helping verbs لأنه ما في داعي مجرد ما غيرنا الفعل أعطاني hint إنه هذا simple past. أوكي برضو تعلمنا كيف نعمل الفعل نغيره من ال present form لل simple past وعملنا برضو negation عملنا question. يعني أخذنا بعض الكلمات اللي ممكن نحولهم ل simple past اللي هم ال irregular. أوكي لو يعني بدنا نركز أكثر على مفهوم ال past continuous لأنه درسنا بتمحور حوالي what is past continuous. من اسمه continuous مستمر من اسمه past ماضي إذن هو ماضي مستمر. طيب كيف بيجي؟ بيجي لما بنحكي عن past actions happened and continued for a particular time in the past. الشيء صار بالماضي واستمر لفترة معينة. تمام؟ For example, من الأمثلة عليه إنه he was fishing when he saw a big fish.
هو كان يصيد لما شاف سمكة كبيرة. عندنا هدول الجمل بتدلنا إنه صار في استمرارية لحدث معين، وفي حدث آخر صار وقطعه، يعني بدنا نشوف أي واحد فيهم اللي استمر، كان يصيد ولا شاف السمكة. شاف السمكة it's like a glance, it's like يعني something interrupt or an action interrupt this action اللي هو الفعل اللي استمر. هو كان يصيد he was fishing. ليش حطينا was؟ لأنه هي بيجي معها دائما was مش were. ال ing لأنه هذا continuous. تمام. saw اللي هو simple past، هذا الماضي البسيط simple past. إذا الطرف الأول راح يكون ing، الطرف الثاني كان past simple past. إذا هو كان يصطاد لما شاف سمكة كبيرة. أوكي. another example بيحكي عن حدثين استمروا لفترة معينة بالماضي. اثنين استمروا، يعني هم كانوا بيقرأوا، حطينا where لأنه في عنا they were reading while their mom was cooking، بينما أمهم كانت تطبخ. إذا two actions continued for a particular time، الحدثين هدول استمروا لفترة معينة. تمام؟ فهون لأنهم استمروا حطينا was or where with ing، mom لأنها singular حطينا was with ing.